والله عندي هنا قصيدة يمكن فيها حكم ونصائح كده. يمكن مو بكيد. لا يمكن يمكن بيشوف. دائم قصائدك فيها حكم. أقول يا ولد مالك بديني يا الورى غير النصيب، والقناعة في حياتك تعدق وسيله، واعلم ان الفقر يا مسنادي ما هو بعيب، غير شتم الناس وقعه مثل طعن الرماح، واجتهاد العبد يخطي ومرات يصيب، وانت يا الانسان بين الفشل ويا النجاح، لا تحاول تنتقص ذا فقير وذا غريب، والزمن لا تمناه لو ساقك احلى قراح، في الزمن يا صاحي ما يجهله غير اللبي، في الزمن يا صاحي ما يجهله عقل اللبيب، وانتقاد الناس مذموم لو بس اقتراح، طالبك يا الله يا من لمن يدعي مهجيب، يا عظيم الشأن يا رب عفوك والسماح، ويا ولد خلك بدنياك من ربك قريب، ولا تطيع النفس واحذر تبالغ في المباح، في الزمن دوار والظن بالله ما يخيب، والسعيد اللي لباس له من التقوى وشاه، واعلم انه ما يدلك على الراي الصويب، غير من يبغى لك الخير ويحب الصلاح، وهني اللي ليا صوت الداعي يجيب، ما يرده شي يلاقي لي حي على الفلاح، يعلم ان العمر راح لي والموقف رهيب، في نهار ما به الا رسوب او نجاح، في نهار ما به الا رسوب او نجاح. سلام عليكم. بيض الله وجهك وجهكم. شوف هذه راكبه على صوتك مره صراحه. مرة. انا انسجمت. اي والله اذا انسجم سالم معناه انسجم سالم. اعتذر ايش هذا؟ انسجمنا كلنا والله. الله يرضى عليك. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيكم. اديلون يقول اشهد انك يا ابن الاقفص يا حبيب وقريب، أشهد إنك في كلامك تزيد بهالفلاح، مجلسك فلك كريم يا أبو علي لي طيب، ودي أشوفك مساء ودي أشوفك صباح، بعين لا تغارب ترى ما به غريب، يا سلام مكتسح كل النوام يسب الفعل اكتساح، يا سلام عز الله طيب وفي هرجك مصيب، كل شيء جيت فيه تكلل بالنجاح، يا سلام بيض الله وجهك. الله أسأل الله أن يسعدك ربي. يا الله.